متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقات أشواط الحيل والزمول. المسافة هي الخمسة كيلومترات. هنا نتابع وإياكم في هذه الانطلاقات وشوطنا السادس على الانطلاق هنا في هذه اللحظات وبداية انطلاقة هذا الشوط. انطلاقة موفقة بعون من الله ثم بجهود اللجنة المنظمة. هنا نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط والمراكز الأولى مباشرة مع المركز الأول. نتابع هذا الاندفاع ما شاء الله تبارك الله مع شعار الملامقة. هنا بن فاهد أيضا يقدم لنا في هذه اللحظات الوسمي لعلي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري على المركز الأول منطلقا مع الوسمي ومع مقدمة هذا الشوط. ينطلق هنا مع هذا الاندفاع في هذه اللحظات. نشاهد المركز الثاني ومن يصلنا في هذه اللحظات مغادر لمحمد بن سالم بن مسعود بن قطامي على المركز الثاني مع مغادر اللي على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا الوصول من ملفت راشد بن علي بن زيد آل الشيبة على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنا في هذه اللحظات القدوم والوصول من صفوان للأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا هذا أيضا في هذا الشوط الأنيق على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع شعار بن شفيع مع رفدان فيصل بن شفيع بن سعيد الفهيدة المرية مع المركز الخامس هنا منطلقا بهذا الشعار وبهذا الأداء المتميز. نشاهد وإياكم هذه الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المسيطرة المندفعة في هذا الشوط باندفاع ولا أروع. ونعود مرة أخرى إلى الوسمي وإلى انطلاقة الوسمي هنا في هذا الاندفاع. نشاهد الوسمي ونشاهد انطلاقته هنا مع المركز الأول مقدم لنا عرضه ودفعه التلقائي مع مقدمة هذا الشوط بشعار بن فاهد مع المركز الأول مع الصدارة. نتابعه هنا بهذا الأداء والانطلاق وبشعار علي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري هنا مع المركز الأول منطلقا ومقدم لنا الوسمي مع هذا الأداء المتميز في المركز الأول منطلقا بهذا الاندفاع. المركز الثاني هنا شعار بن قطامي قادم في هذا الشوط ومندفع هنا مع المركز الثاني ومع أداء مغادر لمحمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري مع المركز الثاني منطلقا بهذا الشعار مندفعا مع المركز الثاني وباندفاعة هذا الشعار المركز الثالث. المركز الثالث نتابع ملفت راشد بن علي بن زيد بن علي آل الشيبة مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الوصول من شعار المسند قادم مع صفوان ناصر بن عبد الله بن احمد المسند من يقدم لنا صفوان في هذا الشوط. ونعود الى المركز الخامس. المركز الخامس هنا ربدان فيصل بن شفيع بن سعيد الفهيدة المري يقدم لنا ربدان. نرى شعار سهيل بن سعيد بن علي الحفار قادم في هذه اللحظات يصلنا مع هياض في هذا الشوط منطلقا بهذا الأداء في هذه اللحظات. نتابع هذه الأسماء وما خلف الخمس المراكز من أسماء قادمة ولكن نعود إلى شعار بن فاهد. شعار بن فاهد على المركز الأول منطلقا بهذا الأداء والاندفاع في مقدمة الشوط. وركز يا أبو سالم عبد الله أيضا من يتابعه ويرافقه في عملية تضميره هنا في مقدمة الشوط باندفاعة هذا الشوط وانطلاقة الوسمي على المركز الأول مسيطرا على المقدمة. وأرى الهجوم على المقدمة من هذه الأسماء المتدخلة. هناك أسماء قادمة. شوفوا شعار النعيمي سعود بن عبد الله واصل في هذه اللحظات. قدوم أسماء أخرى. يا سلام يا سلام العودة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى التحدي والإثارة في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. ولكن الوسمي على المركز الاول علي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري على المقدمة على المركز الاول هنا في هذه اللحظات. المركز الثاني نتابع مغادر محمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري على المركز الثاني مندفعا منطلقا مع المركز الثاني في هذه اللحظات هنا مع ثاني المراكز. المركز الثالث صفوان على المركز الثالث
الاهلي ايضا ناصر بن عبد الله بن احمد المسند على المركز الثالث، المركز الرابع الباز سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي قادم مع المركز الرابع، هنا في هذه اللحظات المركز الخامس هياض سهيل بن سعيد بن علي بن حفار المري. شكرا يا مخرجنا يا ابو خزينه على هذه المتابعه، هنا جانبا معنا في ايضا التغطيه الكامله. يا سلام، هنا الكيلوين المتبقيه من عمر هذا الشوط نشاهد واياكم، نتابع واياكم اندفاعات هذه الاشواط. شوفوا شعار بن شفيع وشعار ايضا محللنا العزيز المهندي هنا فهد. يا سلام، ولكن نعود الى الصداره، الى اللي مسيطر تمام السيطره الوسمي، الوسمي يا بن فهد يا بن فهد هنا في مقدمه الشوط، الاسماء واصله ولكن الوسمي على المركز الاول على المقدمه على التحدي والاثاره مع شعار علي بن عبد الله بن سالم الملام قهل هاجري على المركز والالف وخمسمائة متر يا بن فاهد مع الوسمي على المركز الاول. المركز الثاني بدأ صفوان ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الثالث هنا مغادر مع بن قطامي هنا في هذه اللحظات وبمتابعة هادي بن سالم. الله على هذا الاداء والانطلاق. المركز الرابع هناك الرابع القادم اللي هو الباز سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي. شوفوا هنا اللي قادم في هذه اللحظات هياض سهيل بن سعيد بن علي الحفار المري. يا سلام يا هذا الشوط، شاهدوا وتابعوا. وصلكم المريخي ايضا، وصلكم هنا مدرك محمد بن خميس بن عويضة المريخي، ولكن نعود الى الصدارة الى التحدي والاثارة. خماسية ماسية يا سلام، الوسمي مغادر قادم هنا الكيلو المتر الاخير، الكيلو المتر الخطير يا بن فهد. الله، بدأنا بالجد في هذه اللحظات مع هذا الاندفاع مع المقدم الوسمي علي بن عبد الله بن سالم الملام قال هاجري، ولكن مغادر يبي غادر بإنجازاته بسجله الحافل. ها هو تشاهدونه مغادر على المركز الثاني، بدأ ينطلق على المقدمة. المركز الثالث الباز سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي. المركز الرابع المريخي مع مدرك محمد بن خميس بن عويض المريخي، ولكن المقدمة. الله يا هذا الشوط، هناك المركز الخامس عز فهد بن علي بن عبد الله المهندي، ولكن المريخي تسلل المريخي مع مدرك. الوسمي يعود مرة أخرى، ولكن مدرك يا سلام يا مدرك هنا في هذه اللحظات أدرك الناموس بشعار المريخي. مدرك يا سلام اندفع وانطلق مع المقدمة. سلام والتحية والاحترام، سلام على هذا الفوز ايضا، والسلامات الى روضة راشد، الى هذا الانطلاق، الى الفوز والنصر مع مدرك محمد بن خميس بن عويضة المريخي. سيطر تمام السيطرة على مجريات الشوط، وهنى مالك بناموس مستحق وفوز هنا في هذه اللحظات. سلام والتحية والاحترام هنا في هذه اللحظات، ومن يقدم ابو ذيب يا سلام على هذا الفوز وساعة الوصول من مدرك محمد بن خميس بن عويضة المريخي. تهانينا وناموس المركز الثاني. المركز الثاني وصل مغادر محمد بن سالم بن مسعود القطامي. المركز الثالث عز فهد بن علي بن عبد الله المهندي. المركز الرابع الباز سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي. المركز الخامس ربدان فيصل بن شفيع بن سعيد الفهيده. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا مدرك، سلاماتنا والتحيه والتهنئه مالك المريخي والى روضة راشد، الى ايضا مالك مدرك هنا من سجل هذا الناموس وهذا الفوز والانتصار بفوز مستحق وبناموس هنا غالي مع ناموس مدرك في هذا الشوط بكل اريحية تامة وبفوز مستحق. هنا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوفوا مدرك اللي وصل بكل ثقة مع مدرك هنا ومع مالك مدرك. يا سلام، التوقيت الزمني ساعة الوصول إلى خط النهاية 8 دقائق
و28 ثانيه 74 جزء من الثانيه. تهانينا لمالك مدرك محمد بن خميس بن عويضه المريخي، تهانينا له على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هنا التصحيح مع المركز الثاني عز اللي غير على الامتار الاخيره هنا 8 دقائق 31 ثانيه 28 جزء من الثانيه. تهانينا لمالك عز فهد بن علي بن عبد الله المهندي، وتهنئه للوالد هنا علي بن عبد الله المهندي على هذا الفوز مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلام غادر 8 دقائق 31 ثانية 42 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مغادر محمد بن سالم بن مسعود بن قطان.